مدير في تلك الفترة، مدير تجاري يعني في أواخر السبعينات أو منتصف السبعينات، مدير تجاري في شركة فرنسية، شركة سابريس شوسبريس اللي هي محتكرة القطاع التوزيع في المغرب، وقررت من داخل الشركة أنك تعمل ما يشبه انقلاب، وأنك تأسس شركة سابريس. تحكي لنا على الظروف، كيفاش فكرتي في هذا، كيفاش جاتك هذه الفكرة، وكيفاش أنك انفتحتي على زعماء أحزاب سياسية اللي اقترحت عليهم الفكرة واللي مشوا معك في هذا المشروع. ذكرت الظروف، هي الظروف التي أرادت كل هذه الأشياء. الظروف اللي جعلتني أزداد في مدينة المجاهدة وبداية الاستقلال، يعني عودة محمد الخامس وأنا طفل، ثم بداية التطور الذي يعرفه المغرب، ثم التربية الوطنية التي كنا ندرسها بالمدرسة، كانت مادة تسمى التربية الوطنية. هذه التربية الوطنية وأنت تشتغل في الأساتذة الأجنبية، يعني في كل مرة تتذكر أنه ما وقعي في الإعراب داخل هذه المؤسسة التي أولا ليست وطنية، ثم تسعى إلى تحطيم الثقافة ومن خلال صحافة الثقافة والفكر والمبادئ الإسلامية والوطنية، يعني أعتبر أن وجودي هنالك غلطة متوعية أخرى أنني أكون موجودا في تلك المؤسسة، أنني مع مسيو ألبير مسيو جاك مسيو جان وأنا في المغرب. كيروك، إما لأنك قرأت في صحيفة فرنسية أنت تعمل على ترويجها في المغرب ويتشتموا المغرب، أو تقللوا من همة المغاربة. كانت صحافة ماس، يعني كنت لأني صحافة ماس هذيك بين الجزائر كانت مغربية، كانت مغربية، كانت مؤسسة مغربية فيها صحافة فرنسية. لأن الصحافة اللي كانت تأتينا من الخارج، أعطيك دائما مثال، كان غزو تقريبا تجد بعض الصحف تباع في الدار البيضاء فرنسية، لا تباع حتى في باريس. مثال، أعطيك دائما مثال ديال واحد صحيفة فرنسية سميتها نسبة تان كورس، جريدة تصدر في كورسيكا وفي فرنسا، قلما تلقاها موجودة في باريس، ولكن تلقاها في الدار البيضاء ولا أحد يشتريها. ولكن كانت عدد العناوين اللي كانت توزع المغرب 300 صحيفة الطفل، 40 جريدة يومية فرنسية، حتى الجرائد الجهوية الفرنسية، حتى الفرنسيون لا يقرؤونها إلا في جهتهم، كانت موجودة. إذن وأنا موجود، أنا الذي تربى في حضن الوطنية ومن صلب الحركة الوطنية، كيف يمكن أن يعني كلا وتشبعت ببعض الأفكار الوطنية، كانت كل الأحزاب والشبيبة كلهم مدمج، يعني جيد واحد للوطنية قبل أن تقع يقع ما وقع تتفرق. المهم، أنا ذلك الطفل الشاب الذي ترعرع في حضن الوطنية، أجد نفسي أعمل على ترويج، يعني على تشجيع الفكر الاستعماري في المغرب. نعم. بصفة غير مباشرة. فشيء من الوعي جعلني طبعا اتصلوا به، كنت أعرف، كنت أشتغل في سبسبريس، كنت أعرف مدير الإعلام ومدير لوبينون ومدير الاتحاد الاشتراكي أنذاك، ولا مدير البيان أنذاك، كنت أتعرف عليهم، أعرفهم ويعرفونني جيدا، بحيث كنت أنا المحاور لهم بالنسبة له. علاقتهم مع سوسبريس، كنت أنا المدير التجاري، وطبعاً كانوا يعرفونني جيداً. فمرة جاءتني فكرة، لماذا لا نرقى إلى ما وصلنا إليه باستقلال المغرب، وكذلك نستقل بتوزيعنا، كثير من الجرأة وفيها كثير من الأشياء التي كان يمكن أن تنعكس على ما كنت أريد. بحيث حين اتصلت بمدير الصحف الوطني بكيفية طبعا ماشي معلنة، سرية جدا جد سرية للغاية، ماذا رأيكم لو استقل؟ ولكن لو علم الفرنسيون أننا سنستقل لما قبلوا أن يتعاملوا معنا. وبالفعل حين اتصلت بأستاذ عبد الحفيظ القادري الله يرحمه، سي عبد الكريم بالله وسي علي تأنذاك، وهم اللي كانوا جرائد الحق، مدراء صحف الحزب، كانوا مدراء صحف، كانوا زعماء سياسيين، وكانوا مفكرين، وكانوا يعني رموز الوطنية كذلك. كلهم قبلوا الفكرة، كلهم في قلقين، أنه كنت أنا أنتمي إليهم جميعا. دون أن أكون لا مناضلا داخل حزب معين، ولكن كنت مغربي إلى وطنية وأعرفهم جميعا، وكانت الوقت لا يوجد هذا الفرق الشاسع بين هذا الحزب وأنا، كانوا فلنحت أرتعلم الفكرة، وقبلوا بأن يغامروا معي، يركبوا معي هذه السفينة،
فكتبوا الى سوشبيرز فهدت سوشبيرز ستغامرون ولو لم تنجح هذه ولن تنجح هذه التجربه سوف لن نقبل ان تعودوا ويدخل يعني هدوهم لا اي مدير جريده انذاك ومسؤول حزبي ويعرف ان يخاطر لو لم تنجح التجربه بالجريده لن توزع. فالمهم الله سبحانه وتعالى كان حددت التاريخ ديال 1 دجنبير 1977 جميع الصحف الحزبيه على النت الصفحه الاولى بان ابتداء من اليوم التوزيع سيكون طرف الشركه العربيه لم تكن هذيك الشركه الفرنسيه ولا المسؤولين اللي كنت اعرفهم جيدا في باريس لم يؤمنوا بان ذلك كان ممكن. لماذا؟ لان في الجزائر في تونس في هذه المستعمرات الفرنسيه كان احتكار للتوزيع كذلك. والمغرب كانوا اول بلد مثلا استقلينا من الاستعمار ولكن اول بلد استقل كذلك في التوزيع وكنا نعتبر ان التوزيع هو كذلك استقلال التوزيع هو مكمل لاستقلال المغرب. سي برادار شو سميتوها الشركه العربيه الافريقيه؟ كان عندكم هذا البعد العربي الافريقي في التاسيس هذا؟ كان عندنا البعد العربي الحقيقه الله يرحم سي محمد المليحي الفنان محمد الحول صديقي هو رسم لوجو ولما قلت له احنا عرب وافريكان عندك لقيت كانت هذيك في المغرب في البدايه في الاستقلال وعلاقاتنا طيبه مع بلدان المغرب العربي والزعماء العرب وكثير من الامال انذاك والتمنيات عرضت عليه الفكره قلت له غادي نديروا عرب هذا احنا عرب ثم افريكان نفتح على افريقيا وعطيك مثال فتحنا جريده في افريقيا في السنغال قال لي سأرسم لك هذاك ورسم ذاك وعمل الأ معوجه شويه قلت له الأ لماذا الأ كبيره قال لي عربو افريكان والمهم عرضت الفكره على صاحب قال لي جميل جدا هذا والشكل اللي اشتغلتوا به يعني هذه كتكلم في الكتاب انه كانت كشكل تعاونيه شركه على شكل تعاونيه فيها مساهمات ديال الاحزاب لم تكن تهدف الى الربح بقدر ما كانت تهدف الى تنوير الفكر المغربي والى المساهمه في التوعيه المساهمه في تثقيف المواطن المساهمه في اخبار المواطن بما الاحزاب كانت مساهمه كانت كلها كانت مساهمه في الشركة. لا يوجد مساهم من غير الصحف الوطنيه ماشي الاحزاب كانت مساهمه جريده العالم والاوبينيون وجريده الاتحاد المحرر انذاك وليبراسيون ثم جريده البعيد العربي والفرنسي هذو فقط كنت انا الوحيد الذي لست مديرا لجريده انذاك وقبلوا ان اكون يعني واستعنتوا في البدايه بالمناضلين ديال الاحزاب في المناطق وفي الجهات اللي قصد التوزيع ومراقبه التوزيع كيف تواجه أرباب الصحف آنذاك إذا لم تجد تصل جريدة إلى منطقتي؟